بيبي انت راغب مش كده؟ اهلا واضح، معكم ياسمين رحمي. انا عاده اللي في قلبي على لساني، يعني ما بتحركش. لو في حاجه عايزه اقولها هقولها، لو في حاجه في حياتي بقولها، بس ممكن اقول سر مش كل الناس تعرفه عن حياتي، ان انا مثلا مرتبطه جدا بمامتي في كل حاجه في حياتي. يعني لو خارجه لازم اكلمها، لو بشتري حاجه لازم استشيرها. كل الناس متخيله ان انا ممكن اتحرك من دماغي، لكن لا، انا كل حاجه لازم ارجع لها. هختار ألادن علاء الدين، بما ان انا بقى ياسمين فهنبقى ياسمين وعلاء الدين، واركب معاه بقى على السجاده السحريه ونطير. انا مش شبه حد في اي شخصيه طبعا تاريخيه، لكن انا بحب مين من الشخصيات التاريخيه؟ انا بحب الملكه حتشبسوت، لانها كانت اول سيده تحكم مصر، وليها انجازات كبيره جدا 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 في ايام الفراعنه، وليها معابد وليها حاجات كتير جدا. يعني عندي فوبيا من الاماكن الضيقه والمغلقه، يعني مش مغلقه تحديدا بس ضيقه. يعني مثلا دخلت مره جوه الاهرامات، جوه الهرم الاكبر، المكان ضيق، اتخنقت وجالي بانيك ومش عارفه اخد نفسي. فهي الاماكن الضيقه حاجات كتير قوي. يعني نفسي اركب باراشوت وانط من طياره زي ما في حاجات كده كتير. نفسي ادخل الهرم تاني، ونفسي اعمله. دي حاجه صعبه بالنسبه لي، لان انا من ساعتها حاولت ادخل وما دخلتش، بس نفسي ادخل الاهرامات تاني. انا نسيت اعرفك بنفسي، انا فيبي.